مشاهدينا الكرام، دكتور محمد هنيد أستاذ في جامعة السربون يحدثنا مباشرة من تونس. أهلا وسهلا بك دكتور محمد، وما هي وجهة نظرك في هذا الموضوع؟ يعني ضيفي عبر الهاتف من تركيا يقول أن العامل الحاسم كان القوات الخاصة والدور الذي لعبته، بينما ضيفي في الاستوديو يؤكد على الدور الذي مثله الشعب بنزوله إلى الشارع. يعني كيف تقيم ما مر في تلك اللحظات التي أفشلت الانقلاب؟ نعم سيدتي، شكرا لك على الاستضافة. أنا إطلاقا مع ضيفك في الاستوديو، باعتبار أن ما حدث في تركيا هو درس لكافة الأنظمة، خاصة منها العربية، في قدرة الشعوب على قلب الموازين. الشعب التركي بالأمس أثبت أنه صاحب السيادة فعلا، سواء في الترسيخ الديمقراطي من خلال الانتخابات أو في منع الانقلابات على هذا الترسيخ الديمقراطي. يعني الشعب هو صانع الديمقراطية وهو حامي الديمقراطية، وهذا درس مشرقي في دولة مسلمة لا بد من التوقف عنده طويلا. يعني لو لم تتحرك الجماهير بعد مكالمة الرئيس الشرعي أردوغان عبر الهاتف لا حدثت الولاءات، لأنه ثبت أن هناك مليارات دفعت وأن هناك خطة محكمة منذ تقريبا أشهر للإطاحة به. وحسب قراءتي ليس التراجع الأخير، المنعطف الأخير في تركيا عبر التقارب مع روسيا والاعتذار ومحاولة تطبيع إسرائيل، إلا استباق لهذا المخطط وهذه المؤامرة. يعني من يقول لنا اليوم أنه لا توجد مؤامرة على الربيع العربي وعلى الدول الراعية للربيع العربي والتي شجعته أساسا تركيا وقطر بدرجة أولى فهو واهم، لأن ما حدث أمامنا يثبت أن هناك مؤامرة داخلية تقودها نخب عسكرية تركية فاسدة، ثم الشعب هو الذي منع ذلك، لأن الشعب لو لم يخرج لكانت الولاءات وتتالت البيانات ويقول لك نحن عبد مأمور إلى غير ذلك. وهذا الفارق بينهما، هناك عنصر فقط أنهي به، وهو أن الجيش التركي أو القوات التركية تتمتع بحس وطني لم يوجد عند عسكر مصر الذي قبل قتل الناس وإحراقهم وذبحهم في الشوارع، في حين هم ما أن اعتلى المواطنون ظهور الدبابات حتى كفوا عن ذلك وجردوا من ملابسهم ورأيناهم يسحلون في الشوارع والقادم عفا. طيب هذه النقطة ربما أعود للحديث فيها، يعني المبررات التي سيقت من أجل الانقلاب، كنت سألت فيها أيضا ضيفي رضا أبو ذراع، يعني حماية الدولة والنظام المستبد ووصف أردوغان بالديكتاتور، وكذلك أول رسالة هي رسالة تطمين للخارج بأن العلاقات ستبقى على ما هي عليه. يعني كيف قرأت في هذا البيان الذي صدر في البداية، وأهم ما تم تبرير به عملية الانقلاب؟ طبيعي جدا سيدتي، هو خطاب متناسق جدا مع كل انقلاب. كل انقلاب يأتي يقول أنا لأجل الديمقراطية، مثل ما حدث بالنسبة للانقلاب المصري، أنا ضد الطاغية وضد الدكتاتور الذي هو منتخب ديمقراطيا. ثم الرسالة الثالثة، يعني هو في الحقيقة رسالتان، رسالة للداخل من أجل القول أن هناك طاغية وهناك استبداد وهناك إسلامية وهناك كل هذا الكلام الفارغ وإرهاب، ثم رسالة إلى الخارج عندما يقول أن تركيا ستحترم كل المعاهدات إلى آخره، تترجم حسب قراءتي بأننا سنحافظ لكم على مصالحكم في هذا البلد وقد نقبل حتى ببيع بعض القطاعات فاطمئنوا ولا تحزنوا، وتركيا تعود إلى حضن الاستبداد. يعني رأينا حتى بعض القنصليات والسفارات كيف تصرفت بغباء كبير، وبعض المنصات الإعلامية العربية والناطقة بالعربية، لكن بعد ذلك تم التراجع. يعني كل انقلاب يقوم على محاولة البحث عن الشرعية داخليا والشرعية الخارجية، ثم تتوالى البيانات، لكن هذا أثبت الشعب التركي وما حدث بعد ذلك أن هذه البيانات ليست إلا جزءا من مؤامرة على إرادته وإرادة الشعب التركي والانتخابات وعلى التجربة الديمقراطية الناجحة الوحيدة مشرقيا، فكان للشعب التركي ما أراد وعادت الآلة. لكن ما ننتظره وما هو هام جدا هو أن يتم تطهير تركيا من عصابات الخونة، لأنه لو سمح الله ونجح الانقلاب فيمكن أن يكون هناك حمام دم على النموذج المصري، ويكون في ذلك عبرة للشعوب العربية والنخب العسكرية. طيب سنعود إلى العبرة لو سمحت دكتور محمد هنيد، والمقارنات التي نجريها مع ما يقع في المنطقة عموما.